مفاجأة من جوه النادي الأهلي، مصطفى شوبير اتصاب في مباراة الجونة ولاعيبة الأهلي مخبية ومش عاوزة تسرب الخبر. إصابة مصطفى شوبير وهيغيب عن ماتش الترجي والأهلي في صدمة كبيرة. اللي شاف ماتش الجونة هيعرف إن شوبير اتصاب في الضمة لما خرج من منطقة الجزاء وبعدها مسك الضمة. سر بوست انتشر على السوشيال ميديا الساعات اللي فاتت قلب مواقع التواصل الاجتماعي. يا ترى إيه الحكاية؟ البداية كانت مع بوست تم تداوله عقب مباراة الجونة بساعات قليلة. البوست كان معتمد على صورة للحارس مصطفى شوبير أثناء مباراة الأهلي والجونة في الدوري، واللي انتهت بثلاثية نظيفة للمارد الأحمر في الدوري. ظهر مصطفى شوبير فيها بحالة مميزة، لكن في أحداث الشوط الثاني خرج في إحدى الكرات خارج منطقته الجزاء لإبعاد الكرة عن لاعب الجونة، وكأنه لاعب ليبرو كبير علشان ساعتها يحط إيده على عضلة الضمة ويطلب الجهاز الطبي، وده اللي اعتمد عليه صاحب البوست اللي خد صورة من لقطة استدعاء الجهاز الطبي وقال: إصابة مصطفى شوبير وهيغيب عن ماتش الترجي والأهلي في صدمة كبيرة. لا، وكمان عاوز أقول لكم إن لعيبة الأهلي مخبية ومش عايزة تسرب الخبر. الناس اللي مش مصدقيني ممكن تشوفوا ماتش الجونة وهتعرفوا إن شوبير اتصاب في الضمة لما خرج من منطقة الجزاء وبعدها مسك الضمة. ده كان نص بوست تم تداوله على السوشيال ميديا، وبالفعل تواصل تحيا مصر مع مسؤول في الأهلي اللي نفى الكلام ده تماما، وأكد إن مصطفى شوبير لاعب الأهلي سليم وجاهز للمباراة القادمة، وإن الأهلي لن يخشى من إعلان إصابة أي لاعب، بل بالعكس بيسعى إنه يعلنها كنوع من إخلاء المسؤولية. بعدها اتكلم عن أداء مصطفى شوبير مع النادي الأهلي وقال إن مصطفى شوبير حارس كبير وإن شاء الله يجيب بطولة أفريقيا للنادي الأهلي قدام الترجي. مصطفى كان لازم يبقى معاه مدرب كبير زي شوبير. بصمة ميشيل يانكن ظهرت على الشناوي من أول موسم، لأن الشناوي مع يانكن اتطور وتحول. يانكن جايب شوبير من تحت خالص من أول يوم ليه مع الفريق الأول. ميشيل يانكن هو اللي بيدربه من حارس بيتصعد تكملة عدد لحارس ثالث ثم تاني ثم أول، كلها مراحل في تكوين مصطفى شوبير بقيادة ميشيل يانكن. بصمة الراجل ده على حراس الأهلي وتطويره ليهم بصمة أسطورية. ميشيل يانكن يستحق الثناء والشكر على مستوى شوبير وشخصيته. موهبة شوبير كبيرة من صغره، بس اللي ضافوله ميشيل يانكن بجانب الموهبة دي إضافة كبيرة جدا. موسم الأهلي كان ممكن يروح لحتة صعبة قوي لولا التعملق الغير طبيعي من شوبير من وقت مشاركته. شوبير حاليا الحارس الأفضل والموهبة الأفضل في مصر، هو الحارس الأول للأهلي ومنتخب مصر. شوبير نجم الأهلي من يوم بقى الحارس الأساسي بعد إصابة الشناوي. التصدي بتاع الدقيقة 92 في عز الوقت صعب، والتسديدة القوية وقدر يطلعها. مصطفى لو اشتغل كمان على الخروج في الكرات العالية أعتقد هيكون الحارس اللي ما عندوش نقطة ضعف واضحة.